في احتفالية رسمية أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعة 2019 والمعينون بالقرار الجمهوري اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة، وذلك قبل استلام مهام مناصبهم. إحساس بالفرحة مغمور طبعا بإحساس بالفخر وإحساس بالمسؤولية، إحساس بالفرحة إن الواحد ربنا كلمة جت طول السنين اللي فاتت، وإحساس بالفخر إن الواحد دلوقتي بقى لبنة من لبنات هذا الصرح الشامخ. الالتحاق بمجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات، شرف عظيم لكنها مسؤولية كبيرة لينا في نفس الوقت. نتمنى ان ربنا يعيننا ويوفقنا في المستقبل نكون قدها ان شاء الله. الحمد لله ربنا كرمنا بتحقيق الهدف المطلوب مننا والتحقنا بمجلس الدولة، وان شاء الله نكون على قدر المسؤولية ونحاول بإذن الله نحقق المطلوب مننا. فرحة عارمة على وجوه القضاة الجدد بحفل التعيين، متطلعين الى بدء حياة قضائية مع تحمل المسؤولية كاملة بالتطبيق السليم للنصوص القانونية والإلمام بالسوابق القضائية والاطلاع على احدث الاساليب. يوم مهم جدا النهارده، ده اليوم اللي يعني يتحقق فيه اللي احنا عايزينه من اول ما دخلنا الجامعه لحد التخرج، كل حاجه احنا بنتمنى مجلس الدوله من اول يوم. مسؤوليه كبيره وحقوق ناس احنا مكلفين بها، فان شاء الله نكون على تم استعداد باذن الله. مجلس الدوله صراحه قضاء عظيم، والحمد لله شرف لينا كلنا ان احنا انتمينا للمكان ده. وبحلف يمين القسم اصبح القضاة الجدد ملزمين بالتمسك بنصوص التشريعات وبالتقاليد القضائيه الراسخه داخل العمل وخارجه، مع احترامهم لرسالتهم الساميه التي يقدمونها ويسعوا لتحقيقها. هبه الحديدي، الحياه اليوم.